طاري التمر، التمر تساءلت سؤال، ليش التمر ممتاز لصحة الجهاز الهضمي؟ ليش التمر داعم جدا للهضم ومن أفضل ما يمكن لمكافحة الإمساك وحتى الإسهال؟ شوف يا حبايبي، بحثت في الموضوع وجدت أن التمر يحتوي على الأقل 15 عنصر، من بين هذه العناصر الزنك، والزنك مهم جدا لعمل العصارة حقة المعدة اللي تساعد الهضم وتكوين حمض الكلور المعروف HCl هيدروكلورايد. طيب اثنين، التمر يحتوي على ألياف ذائبة وغير ذائبة، كلها ثنتين فيه. الذائبة اللي تسحب الماء وتكبر حجمها فتعطيك بلك وتعطيك أيضا تدعيم العملية الهضمية، والغير الذائبة اللي تبقى كما هي فتمشي الهضم. طبعا الثنتين كلها عفوا تدعم العملية الهضمية وتدعم الشبع طبعا. أو ثلاثة، والعجيب سبحان الله، وجدت أن التمر يحتوي على البكتيريا النافعة. التمر يحتوي على البكتيريا النافعة. طيب كيف تعيش البكتيريا النافعة دي؟ وش تأكل؟ تأكل البريبايتك، هي بروبايتك. منين تجيب البريبايتك؟ متابعين يعرفون الألياف اللي قبل شوية، سبحان الله. فموجود البكتيريا النافعة هو الشيء اللي تتغذى عليه. لذلك إذن وبناء على هذه الأمور الثلاثة، التمر يعد من الأطعمة المثالية لصحة الجهاز الهضمي، طبعا باعتدال عشان ما يرفع لك السكر ويزيد وزنك.